التعامل مع الشخص الكاذب مواجهته بالحقائق ولكن من غير إشارة على الحكم المباشر، ما بتقولوش أنت كذاب، لا تعالى بقى خش لي في الدلائل، قول لي أنت كنت امبارح فين؟ كنت كذا كذا كذا، طب تعالى، طب دي بتقول كذا كذا كذا، أنت ما كنتش هنا. فتحط الدلائل قدامه، الكاذب بالدلائل. بالظبط. هيبدأ يتناقض أكتر في لغة الجسد، تعالى لي أكتر، أدخل في عمق أكتر في التفاصيل، فبالتالي أنا حطيته ما بين قوسين إنه لازم مش هيقدر يخرج من العملية ديت غير لما يديني اللي أنا عايزه. تمام. على فكرة إحنا بندرب ده لضباط الشرطة في عملية ضبط النفس، إزاي أتعامل مع المواطنين. لما يجي ضابط الشرطة يتكلم مع مواطن وتلاقي المواطن اتعصب عليه، ضابط الشرطة مش المفروض انه يرد زيه، يبقى لازم في تحكم وضبط النفس. فانت لازم يكون عندك ضبط نفس وانت بتتعاملي مع الكاذب او الشخص العصبي. كمان ما ينفعش يكون بتعصب وتبص له في عينه، انت ممكن تعملي حركه خضوع مؤقت انك تبعدي عن عينه وبعد كده تطلعي في وقت معين، ما ينفعش طول الوقت لا انت كذا كذا وانت كمان اتعصبت عليا وانت عملت كذا، الند بالند. لكن انت تاخدي المواضيع على الهادي ويكون عندك حكمه وطريقه موازنه الامور وضبط النفس، تقدري تتعاملي مع اي حد في الحياه. عالي جدا.